السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاصفة قوية تضرب مدينة اسطنبول التركية وتتسبب في تطاير أسطح بعض المباني وانقلاب المركبات في الشوارع واقتلاع الأشجار. تسببت العاصفة في سقوط ضحايا وتطاير أسطح بعض المباني والمحال وانقلاب المركبات في الشوارع واقتلاع الأشجار. وخفر السواحل التركية أعلن تعليق حركة السفن في مضيق البروسفر بسبب الرياح. أعزائي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.